لما يطل المرض على أقرب الناس لقلنا منحس حالنا بدنا نعمل المستحيل كرمال نضل حدهم ومعهم لحظة بلحظة، نستفيد من كل ساعة من كل يوم ومن كل دقيقة، منعمل كل اللي علينا ومنترك الباقي بإيد الله. أوقات القرار بيكون كتير صعب قدام الألم، ممكن الألم يكبلنا يحطمنا يحطنا قدام مشهدية سودة بحياتنا، وبالمقابل ممكن الألم يحطنا قدام طريق أمل جديد. لو تألمنا بكتير من المطارح من ألمنا نقدر نعطي أمل كتير كبير لكتير ناس قطعوا بالتجربة والاختبار ذاته يلي نحنا قطعنا فيه. محطة جديدة من طاقة أمل أعزائي مشاهدي الام تي في عم نطل فيها اليوم لنكون عم نضوي على اختبار مميز، اختبار سيدة عاشت ألم واجهت مرض السرطان لتكون عم تشهد وتقول لكل سيدة واجهي كل صعوبة بحياتك تحدي الألم. هي صح اليوم بشريا أو جسديا خسرناها من بيناتنا ولكنها تركت وراها جمعية كتير قوية، جمعية بربرة نصار يلي اليوم رح نضوي عليها بمناسبة عيد الأم لنقول لكل أم مناضلة بهالحياة نحن منكبر فيك. مشاهدينا مننقل شوي لايف، وقفة صغيرة ومنرجع. ومنرجع أكيد مشاهدينا لنكون عم نتابع محطة اليوم من طاقة أمل يلي مثل ما قلنا حنضوي فيها على جمعية بربرة نصار، هالسيدة العظيمة يلي تحدت مرض السرطان واليوم عائلتها عم بتكفي المسيرة حملة المشعل لتكون عم بتأمن علاج لأكثر من 250 سيدة ورجل عم بيواجهوا هالمرض الصعب ويكونوا حدهم نفسياً وإذا بدنا نقول صحيا وبكلفة العلاج. بصرني أكيد اليوم كون عم رحب بأستاذ هاني نصار. مرحبا أستاذ هاني، حضرتك زوجة للست بربارة وكمان ليوني. هاي ليوني، فرحاني كتير أن اليوم كون معكن. عم نحكي عن مسيرة إنسانة مناضلة، عن أم مميزة، عن زوجة كانت موجودة دايما حد عائلتها، واليوم أنتم مثل ما قلت حملتوا المشعل وعم بتكفوا مسيرتها. أستاذ هاني بداية بدي بلش معك، تعرفني أكثر على بربارة، على الصراع اللي عاشته لمدة 5 سنين بس عاشته بحب كتير كبير، مشيت مسيرة ألم ولكنها تكللت أن أسست جمعية حلمت فيها تكون حد كل إنسان عم بيواجه مرض السرطان. عرفنا أكثر هيك بلمحة سريعة على بربارة. بربارة هي كنا ست بيت عادية، يعني دخل المرض على البيت، اكتشفنا أنه عندها سرطان من وراء كسر بالخرزة الثانية برقبتها، اكتشفنا أنه هي بآخر مرحلة من المرض، قالوا لنا إذا الله بحبكم بتعيش سنة. كان القرار عند بربارة أنه هي بدها تربي أولادها، ما بدها حدا يربي لها إياهم، كان عمرهم 9 سنين و10 سنين بوقتها. عملت العمليات اللازمة، ثبتوا لها الجمجمة بالخرزة الثالثة والرابعة، بطلت تبرم مثل ما لازم الرقبة. بعد سنة ونص أخذنا قرار نعمل مشروع نتحدى خوفنا من المرض، عملنا رحلة العالم اللبناني، برمنا مع ليوني وليونار 80 يوم كل ضيعة على لبنان، 1655 ضيعة، 800 ساعة سواقة من دون ما نرجع فيهم على البيت. يعني عم نحكي عن مشوار صعب لسيدة عم بتواجه الكانسير بتحدياته والعلاجات. 80 يوم برمته بلبنان، حملته العلم اللبناني، شو حققته بهالبرمة الطويلة؟ هو كان له 3 أهداف. الهدف الأول وطني، عم تجمع لبنان كله طواقيع مخاطير الضيعة على علم واحد وتقدمه لفخامة رئيس الجمهورية رمز وحدة الشعب اللبناني. الهدف الثاني سياحي، 13,000 صورة صورنا كل ضيعة على لبنان وحطيناهم على الفيسبوك على صفحة اسمها رحلة العالم اللبناني لحتى الناس كلها تشوف جمال لبنان بطبيعته بإنسانه، لأنه صدفونا أكثر من 40 عائلة نمنا عندهم. نحن كنا معنا الكرفان، نمنا 15 ليلة بالكرفان و65 ليلة عند الناس يلي توقفنا مطرح ما بنوصل تنام عندها. والهدف الأساسي يلي هو بمشاركة بربارة بالطريقة اللي هي شاركت فيها، هو شهادة أنه الإيمان بالله وإرادة الحياة أقوى من الخوف من المرض. تعرفي إنسان طبيعي مثل ما قلتي أنه ما عنده القدرة أنه يعمل 10-12 ساعة سواقة كل يوم على 80 يوم. بربارة يلي كان حتى أخذ معها 2 دوز كيموثيرابي علاج كيميائي، وصلت على صور حطت علاج بالطوارئ ورجعت طلعت على الكرفان وكملنا، وصلت على عكار بالقبيات حطت علاج بالطوارئ وكملنا. بينما انه حدا عادي يبقى 2-3 أيام مينيموم بعد العلاج بده يكون عم بيرتاح. خلصنا البرمه، واكيد اعلاميا كل الناس وكبتنا
وصاروا يتواصلوا مرضى مع باربرا، قالوا لها بنشكرك على القوه اللي انت عم تعطيني اياها بالطريقه اللي انت عم تعيشي فيها مرضك، يعني صرنا نستحي نقول اخ قدام اللي انت عم تمرقي فيه. يعني بحد ذاتها رساله امل وايمان كثير كبير يعني زرعتوها بكل المناطق اللبنانيه، يعني عن جد تحدي عظيم وبتصور ترك اثر كثير كبير. ليوني بدي شوف معك، اكيد انت كنت مع العائله بهالجوله يلي قمتوا فيها، تابعتي امك لحظه بلحظه بهالصراع يلي عاشته، شو سلمتك امك بهالفتره وقد اليوم انت عم بتكفل المسيره وحامله الامانه كثير منيح لتكوني عم بتوصلي اكثر رساله يلي هي طلبت منك انك توصليها؟ اكيد سلامتنا المساج اللي هي كان هي بدها توصله وما قدرت تكفي لأنه توفيت، فأكيد نحن هي سلامتنا هيدا الرسالة. أكيد الرسالة هي موجودة بكون الجمعية أنه نساعد المرضى، يعني بالنسبة لألي نفسيا هي أهم شيء أنه نوقف حدهم، نغير النظرة تبع المرض كيف هو. وأكيد رسالتها كأم أنه تكون بنتها تتوفق بحياتها وأكيد تتبع بتربيتها. ليوني أكيد ما عندي شك أنك مع الوالد وخيك عم بتتابعوا هالمشوار والمسيرة عم توصل وتحققوا الأهداف يلي رسمتها أمك. بدي يكون عم باخذ مداخله من الممثله أنجو ريحان يلي بتزرع بقلوبنا فرحه كثير كبيره. صباح الخير أنجو. صباح الخير داليا، صباح الخير هاني، هاي ليوني. هلو أنجو، بعرف قديش حضرتك متابعه الجمعيه وداعمتيها وكنت معهم دائما بكل الاحتفالات والايفنتس يلي عملوهم، بدي اليوم اختبارك، وبعرف انه كمان حضرتك قطعتي باختبار صعب مع الوالده خسرتيها من بعد صراع مع الكانسير، بتزرع الضحكه بقلوبنا بس كمان حضرتك قطعتي بألم وحزن كثير كبير بحياتك، شو الاختبار اللي عشتيه مع الجمعيه؟ هي الحياة أول شيء هي قاسية، بتضل تعلمنا، بتضل تحطنا باختبارات ومنجرب قد ما فينا نشوف الجانب التعليمي منها. هاني من أول ما تعرفت عليه، وعلى فكرة بوقتي بزيت المحل وقت عملني التليفون أول مرة وقال لي نحن عم نعمل هيدي الجمعية وكانوا عاملين نشاط صغير بزحلة، بمجرد ما حكاني وخبرني عن باربرا دغري شفت ماما، دغري شفت النساء المناضلات يلي بيحملوا وزعهم وبيجربوا يفرجوا رسالة لكل اللي حواليهم. دغري حبيتها لباربرا، حبيتها العيلة يلي عن جد متفانية للإنسانية البحت، لأنه نحن خاصة بلبنان صرنا بنعرف عن كثير جمعيات بتطلع على ظهر هيدا المرض، بتستغل هيدا المرض كرمال غير دوافع. الجمعية اللي فيها على العميان يقول انه تبرعوا لها، دعموها، وقفوا حدا، هي حاليا لاني انا بعرفها بشكل شخصي هي جمعية باربرا نصار، هيدي العائلة اللي عم تشتغل بكل حب بكل انسانية من اول نشاط وصولا لهلا العالم كلها صارت بتعرف عنا. أكيد واللي قدمته العائلة أنجو، يعني بعرف وقتنا صار ضيق كتير، كنت بتمنى اتصالنا ياخد وقت أكتر، بس اختبارك مع اختبار هاني وليوني اليوم بيجسد نضال كل سيدة لبنانية تركت لعائلتها ولولادها مسيرة ورسالة يكفوها. طاقة أمل لليوم أكيد خلصت، أكيد منتلاقى بالأسبوع الجاي مشاهدينا. ثانكيو أستاذ هاني وليوني، بعتذر أنه الوقت دهمنا اليوم، بتمنى لكم أكيد كل التوفيق بمسيرة جمعية باربرا نصار، وأهلا وسهلا فيكم معنا مشاهدينا. بريك صغير ومنرجع لنتابع اللايف.